حماية الشأن العام والمصلحة العامة. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد بنى الإسلام دولة حقيقية أرسى قواعدها وجعل لها مقوماتها، وحث على الحفاظ عليها والزود عنها، وجعل حماية شأنها العام والاهتمام به مسؤولية مشتركة بين جميع أفرادها. كلما زاد الوعي بين أبناء المجتمع بقيمة الشأن العام وخطورته، كلما زاد التعاون والتكاتف والترابط من أجل الحفاظ عليه، فتتحقق للمجتمع قوة البنيان الواحد وشعور الجسد الواحد الذي حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومما لا شك فيه أن أحد أهم مقومات الحفاظ على الشأن العام تقديم المصلحة العامة الواسعة التي يعود نفعها على جميع الناس على المصلحة الخاصة الضيقة التي يعود نفعها على أصحابها فقط، تخليصا للنفس البشرية من شرور الأنانية. ذلك أن المصلحة العامة تشمل كل ما يحقق إقامة الحياة للمجتمع بأسره من أمور مادية ومعنوية تجلب الخير والنفع للناس وتدفع عنهم الشرور والمفاسد، وتحقق حماية الوطن واستقراره وسلامة أراضيه. ولا شك أن تحقيق صلاح الأمة وعموم المجتمع هو ما يقتضيه فقه الأولويات. لقد أكد القرآن الكريم أن الحفاظ على المصلحة العامة وتقديمها على المصالح الخاصة هو منهاج الرسل والأنبياء جميعا، فلم يرسل الله عز وجل نبيا ولا رسولا إلا لإسعاد قومه وتحقيق الخير لهم دون مقابل مادي أو منفعة دنيوية. قال تعالى على لسان نبيه نوح عليه السلام: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وقال سبحانه على لسان نبيه هود عليه السلام: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وقال تعالى على لسان سيدنا شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولقد جاء الشرع الحنيف بما يتوافق مع العقل ويتناسب معه، فرغب في أمور من شأنها أن تحقق المصلحة العامة لجميع أبناء الوطن، منها تلبية حاجات المجتمع الضرورية ومراعاة فقه الواقع. فإن كانت حاجة المجتمع إلى بناء المستشفيات وتجهيزها لعلاج الفقراء ورعايتهم فالأولوية لذلك، وإن كانت حاجة المجتمع لبناء المدارس والمعاهد وصيانتها وتجهيزها والإنفاق على طلاب العلم ورعايتهم فالأولوية لذلك، وإن كانت الحاجة ماسة لتيسير زواج المعسرين وسداد الدين عن المدينين وتفريج كروب الغارمين فالأولوية لذلك، وقضاء حوائج الناس والقيام بمتطلبات حياتهم من الواجبات الشرعية والوطنية.
يقول صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. ومنها الحفاظ على المال العام، فهو مما يشترك فيه المواطنون جميعا، وحرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص لكثرة الحقوق المتعلقة به وتعدد الزمم المالكة له. ولذلك حذر الإسلام من إتلافه أو سرقته أو الإضرار به. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالمال العام ملك للناس جميعا، وليس ملكا لفئة معينة منهم. القائمون عليه إنما هم أمناء في حفظه وتحصيله وصرفه لأهله، فلا يحل لأحد أن يعتدي عليه أو يأخذ منه ما لا يستحق، لأن ذلك يعد خيانة وظلما وأكلا لأموال الناس بالباطل. كما أمر الإسلام بالحفاظ على المرافق العامة كدور العبادة والمدارس والمستشفيات والحدائق وغيرها، حيث إنها ملك للجميع ونفعها يعود على الجميع. وحذر أشد التحذير من الاعتداء عليها أو تضييعها أو إفسادها بأي صورة من الصور. يقول الحق سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، حتى لا يتوهم بعض الناس أنه يجوز له أن يستغل الملك العام بالطريقة التي يريد وكيف ما شاء، بدعوى أن له حقا شائعا فيه. وهذا فهم خاطئ، فالواجب علينا المحافظة على المرافق العامة وحمايتها والقيام على تنميتها وتطويرها، لأنها ليست لفرد دون فرد ولا لجماعة في زمن معين، بل هي لنا جميعا وللأجيال القادمة. ومنها الحفاظ على الطريق ومراعاة حقها، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومنها أداء الخدمة الوطنية التي تعد من أهم الواجبات التي يقوم بها الإنسان نحو دينه ووطنه، وهي دليل على ولائه لبلده وصدق انتمائه له ومحبته إياه. فليس الوطن والعرض أقل خطرا أو مكانة عند المسلم من نفسه أو دينه أو ماله أو متاعه، كما أنها تغرس في أبناء الوطن معاني الرجولة والشهامة والمروءة والقيم النبيلة التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف. يقول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ومن المصلحة العامة التي يجب مراعاتها حفاظا على الشأن العام ما يكون بين الدولة وغيرها من الدول أو المنظمات أو المؤسسات الخارجية من معاهدات، فإن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي لا بد أن يكون إجراء مؤسسيا صادرا عن ولي الأمر أو من ينيبه في ذلك. وعلى من يتحدث في مثل هذه الأمور
أن يضع في اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية والدولية المتصلة بالأمر الذي يتحدث عنه، حتى لا تصدر بعض الآراء والفتاوى الفردية المتسرعة في الشأن العام بما يصادم الواقع أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وقد أمرنا الحق سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهود، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهذه الآية الكريمة عامة تشمل كل العقود والعهود والالتزامات التي يلتزم بها الإنسان مع غيره. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو شرطا أحل حراما. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الصحابي الجليل أبا بصير رضي الله عنه بعد صلح الحديبية وفقا للمعاهدة التي كانت بينه وبين قريش، مع احتمال تعرض هذا الصحابي للأذى حفاظا على العهد الذي عاهد عليه قريشا. وهذا من باب الوفاء بالعهد من جهة، ومن باب تقديم وتغليب المصلحة العامة من جهة أخرى. إن للحديث في الشأن العام دون وعي أو فهم مخاطره التي تضرب في بنيان الدولة وعضدها، لأنه يجعل أمن الوطن واستقراره كلأ مباحة ومادة للسخرية، فيكثر اللغط ويتحدث من لا يعلم فيما لا يدري. وما أكثر المرجفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقد أمرنا الحق سبحانه أن نرد الأمر إلى أهله، فقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، إن مفهوم الشأن العام يتجاوز اهتمامات الفرد المحدودة إلى اهتمامات جموع الأفراد، ومن أجل ذلك فأمره ليس مشاعًا لأفراد الناس، وإنما يقوم عليه متخصصون يدركون قيمة ما أسند إليهم من مهام تتعلق بالأمن القومي وحياة الناس ومصالحهم ومقدرات الأوطان ووضعها الإقليمي والدولي وشؤونها السياسية والاجتماعية والأمنية والعلمية وغير ذلك. وأهل العلم على أن المجتهد من أهل الاجتهاد والنظر، إذا اجتهد في مجال اختصاصه فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران. ومفهوم المخالفة يقتضي أن من اجتهد من غير أهل العلم والاختصاص في غير اختصاصه وفيما لا علم له به، فإن اجتهد فأصاب فعليه وزر لجرأته على الحديث والفتوى فيما لا يعلم، وإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران: وزر لخطئه، وآخر لجرأته على الفتوى بدون علم. وذلك لحرص الإسلام على احترام أهل العلم والاختصاص، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم والاختصاص في كل علم من العلوم بحسب المسؤول عنه. ومن ثم كان النهي عن التسرع في الفتيا بدون علم أو سند شرعي. قال تعالى:
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. وقد كان أكابر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يتحرجون من الفتية لعلمهم بخطورتها، فها هو الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. وسئل الشعبي رحمه الله عن مسألة فقال: لا أحسنها. فقال له أصحابه، يعني تلامذته: قد استحيينا لك. فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وحماية الشأن العام مسؤولية مشتركة، كل حسب موقعه وقدراته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. إن كثيرا من الناس ربما يستهينون بما يتحدثون به أو بما يكتبونه أو ما يقومون بمشاركته على صفحات التواصل الاجتماعي، بل قد يراه بعض الناس صورة من صور التسلية، ولا يدركون أن صناعة الشائعات وترويجها بين الناس وسيلة من وسائل الهدم التي يستخدمها أهل الباطل في صراعهم مع أهل الحق. فترى أمة الجسد الواحد يشكك بعضها في بعض ويخون بعضها بعضا، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فإذا كان تحدث الإنسان بكل ما يسمعه نوعا من أنواع الكذب يعاقب عليه قائله عقوبة شديدة في الآخرة، فكيف بمن يتحدث بما لم يره أو يسمعه ولا علم له به زورا وبهتانا وافتراء؟ وكم من كلمة كاذبة تبلغ الآفاق فتكون سببا في عذاب صاحبها يوم القيامة، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عليه لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. مما يتطلب منا الحيطة والحذر والتعقل وعدم الخوض فيما لا نعلم أو الفتوى بدون علم. لقد أمرنا الحق سبحانه وتعالى بالتثبت وعدم الانسياق وراء المخربين والتحقق من كل الأخبار التي ترد إلينا، حيث يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان.
وقال صلى الله عليه وسلم: التؤادة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. ألا ما أحوجنا إلى الوعي بقيمة الشأن العام وتغليب المصلحة العامة وإدراك المخاطر التي تحيط بنا ويراد لنا الانزلاق فيها كغيرنا، فلنتعظ بغيرنا ونفوت تلك الفرص على أعداء الدين والوطن، ولنثبت متحدين على الحق حتى لا نسقط في مكائد أعدائنا المتربصين بنا، ولننشر الثقة بيننا، ولنتعاون على كل خير يعود أثره على الناس جميعا. اللهم وفقنا لأداء حقوق وطننا علينا، واحفظ شعبنا وولاة أمورنا وجيشنا وشرطتنا، واجعل مصرنا العزيزة أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين.